صباح الخير حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وصفتي الجديده، وهي غيكون ديسير بالتفاح. اول حاجه غادي نحتاجو عندي نص صدر ديال الحليب، ونص كاس ديال السنيده، تفاحه واحده مقشره على هذا الشكل، وكذلك واحد فلون، وملعقه كبيره ديال المايزينا. فهنا صراحه هاد الديسير هذا نتمنى انكم تجربوه، فهو كيجي هائل جدا ومذاقه رائع. كيجي عباره على ديسير زوين بزاف. وبالنسبه للتفاح فيمكنكم انكم تعوضوه بالنقاس ولا بالكيوي، يعني اي فاكهه تحبونها. فهنايا غنوريكم طريقه التقديم. اول حاجه غادي ناخذ هذاك السكر سنيده، غادي نضيفه على الحليب. يمكنكم هنا تديروه في الخلاط الكهربائي او في الميكسور اليدوي بحال هذا. فهنا كيف ما لاحظتوا الحليب زدت عليه السكر والتفاح اللي عندي، وكذلك غادي نزيد عليه الفلان والملعقه ديال المايزينا، وغادي نطحن كل شيء، يعني غادي نطحنه مزيان مزيان مزيان. فهنا كيف لاحظتوا من بعد ما طحنته مزيان، فانا خديت صفاي وخديت كاسخول ديالي، وبديت كنصفي هذاك الخليط اللي انا طحنت، لان التفاح من بعد كيخلي الخشب ديالو من الفوق يعني كيكون شويه ثقيل. فهنا غنبقى نحاول بالملعقه على هذا الشكل اللي كتشوفوا بحال هكا، باش كنحيد هذاك التخت ديال التفاح، كنخلي فقط السائل اللي كينزل. وهنا من بعد ما صفيته يعني فقط خلطته تقريبا تخليطه عاديه، ومن بعد درته على نار. وهنا من بعد ما غلى لي مزيان، يعني من بعد ما طلعت فيه الغليه، فهنا غادي نقدمهم انا في صراحه في الكؤوس هكا لهذا الشكل هذا كي كتشوفوا. فانا هنا غادي نبدا نصب في الكؤوس، فمن بعد ما انني ساليت وصبيت الخليط ديالي كله في الكؤوس على هذا الشكل هذا، فغادي نهزهم ونديرهم في الثلاجه يبردوا. ومن بعد غادي نقدم لكم دابا لاصوص كراميل اللي غادي نديرو من الفوق، يعني صلصه الكراميل. فاول حاجه غادي نحتاج عندي هنا تقريبا كاس ما عمرش ديال السنيده، وغادي نشعل العافيه على درجه مهيله، يعني ماشي مجهده باش ما يتحرقليش السكر. وهنا غادي نبقى نخلط فيه بملعقه بشويه بشويه، بس السكر ديالي ما يتحرقش. وهنا كيف ما لاحظتوا يعني من بعد ما انه داب على هذا الشكل هذا، فالسكر في الاول اللي خويته لصقلي في الجناب، يعني كيف لاحظتوا هذاك الجناب ديالو يعني ما وصلاتلوش العافيه، فبدا كيتحرق ليا. المهم علينا، من بعد ما دار لي على هذا الشكل كنتاكد لان هذا الفيديو اللي كنصور، فتما كنزيد نزلو ملعقه كبيره ديال الزبده، وكذلك بقيت كنحرك. ومن بعد عاوتاني ما دابت الزبده مع هذاك السكر، عاد زدت هاد نص كاس ديال الحليب، فقط نص كاس ديال الحليب. فواخا تشوفوا الكراميل هكاك ولا قاصح فما تخلعوش، لا، لان الحليب ديالو عادي، يعني من بعد كيبقى يذوب كيرجع للدرجه الحراريه ديالو عاديه. فهنا رجعت للفلون من بعد ما برد لي شويه، يعني هنا باقي ما بردش 100%، يعني فقط خدا 10 دقائق ديالو في الثلاجه. فمن بعد الكراميل ديالي هو هذا اللي انا درت في الكاس فقط باش يبرد، يعني خليته كذلك من بعد ما خويته بالحليب وشفت السكر عاوتاني عاوداب، خليته درته في كاس وكذلك حطيته في الثلاجه تقريبا واحد 5 دقائق على ما شد راسو. ومن بعد جبت الفلون ديالي وبقيت كندير على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا، كندير بالملعقه. فبالنسبه لنص سيترو ديال الحليب فهو خرج لي 4 ديال الكيسان فقط، انا هنايا درت 3 ديال الكيسان في الصور، يعني هنا بقيت كنقد درت الطبقه ديالي ديال الفلون
ديال الكراميل من الفوق من الفلون. فانا حاجه وحده اللي كنأكد عليها هو انني فلون يعني ما خليتوش يبرد مزيان، وهو من الاحسن كان يمكن لي نخصني على الاقل نخليه تقريبا واحد نص ساعه يعني يبرد على خاطرو، عاد يمكن لي ندير الكراميل من الفوق. ومن بعد هنا زينته فقط بالتفاح على هذا الشكل هذا، وصراحه جا لذيذ 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 بزاف بزاف، ونتمنى انكم تجربوه ويعجبكم تنتم كذلك، ويكون عجبكم الفيديو ديالي. وما تنسونيش بالبارطاج وجيم ومشاركه، وكنشكركم بزاف على تتبعكم ليا، ونهاركم باركم سعود. Happy birthday!